بسم الله الرحمن الرحيم. الجلسة دي هنتكلم فيها على الهاب اند باب ابديت. هنشوف هل احنا لسه قاعدين في نفس السيتويشن بتاع الهاب باب ولا في حاجات تانية بدأت تتغير. انا سعيدة ان يبقى ماي اكسبرت بانلست بروفيسور أرفة الشناوي، بروفيسور محمد متولي، بروفيسور علياء عبد ربه، ان بروفيسور محمد عبد الحكيم النادي. الريسبيراتوري تراكت انفكشن عارفين ان هو النوزوكوميال انفكشن بتاعه اكتر بيبقى الهاب والفاب، اللي هي بتمثل 22% من الهوسبيتال انفكشن ان جنرال. والهاب والفاب هما ما زالوا امبورتنت كوز اوف موربيديتي اند مورتاليتي ديسبايت ان احنا تحسننا في الانتي مايكروبيال ثيرابي والسبورتيف كير والبريفنشن، ما زالت الهاب والفاب مشكله بالنسبه لنا. الهاب هي الديفينيشن بتاعها اللي اتقال 2005 هو اللي اتقال 2016 و2007 ان هي نيمونيا occurred 48 hours or more after admission and did not appear to be incubated at the time of admission. والفاب هو العيان اللي بيدخل في النيمونيا بعد 48 ساعه ل 72 ساعه من الاندوتراكيال انتوبيشن، مجرد ما ركب انبوبه هو بالنسبه لي فاب. التقسيمة دي اللي هي ريسنت قسموها إلى إن إحنا حالات في الورد اللي هي الهاب العادية، ومن الملاحظ بقى دي الجديد اللي إحنا لو العيان بتاع الورد ده فيلد في المانجمنت بتاعه وتحول إلى سيفير هاب واضطرينا ندخل بيه الآي سي يو، ده أوحش واحد فيهم اللي هو ده، يعني أوحش من الفاب وأوحش من النون فنتليتد آي سي يو أكوايرد نيمونيا. في الاي سي يو عندنا النوع الجديد اللي هو بدا يظهر عندنا في فتره الكوفيد اللي هم حاجات نون انفيزيف، يعني حالات موجوده على هاي فلو او الهاي فيلوسيتي او النون انفيزيف وبدات تدخل في النوزوكوميال، بس هي مش فنتليتد، مش مركبه انبوبه، وبالتالي حطوها كاتيجوري جديد اللي هو نون انفيزيف اي سي يو اكوايرد نيمونيا. وعندنا الفنتريت اشارد نيمونيا، وعندنا الفيري هاب او السيفير هاب اللي هي اوحش واحده في الهاب رغم ان هي كانت في الورد، بس مجرد ما هي اتنقلت للاي سي يو بقت اوحش واحده فيه والبروجنوز بتاعها وحش جدا. طيب يبقى انا بالنسبه لي الهاب والفاب قلنا ان فيهم ريسك اوف مورتاليتي وموربيديتي عنيف جدا. استاذ الدكتوره ألفت، هل في ريسك فاكتور ماست بي بوت ان مايند عشان نفولفيل الكرايتيريا بتاعه الهاب والفاب؟ بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. يعني لم يا او لما اتكلم والله يعني مش عارفه انا عجزت خالص بالعافيه، لكن كان لازم اجي عشان افرح بيكم. ايوه والله فعلا فعلا المؤتمر اكثر من رائع في التنظيم وفي الالوان المريحه للنظر، حتى الفواصل اللي محطوطه في منتهى الجمال، يعني ولد عملاقا. فرحانه بيك يا بنتي وبمحمد، ربنا يكرمه ويزيد البروفيسور محمد مصطفى والاساتذه الافاضل جميعا، استاذ دكتور محمد شحاز، دكتور محمود بتنقوني، وابنائي الاعزاء الدكتور علي والدكتور نزار وكل الجمعيه. وطبعا شرف كبير جدا جدا ليا ان تشير سيشن ومع اخي الفاضل استاذ دكتور محمد مصطفى والابن العزيز دكتور محمد النادي وبنتي الغاليه جدا دكتوره عليا. مش هطول اكتر من كده لاميه، بس كان شكر واجب حبيبتي، تنسيق جميل 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 كل حاجه، واللجنه المنظمه وكل حاجه روعه. انا بس هتكلم بسرعه جدا لان معظم الحاجات دي هتتقال تاني، وانا حاسه الناس اكزوستد جدا والبالك بتاع المؤتمر كبير والمواضيع كلها اجمل من بعضها الحقيقه. موفقين في الاختيار. احنا عندنا حضرتك لو هنتكلم على ريسك فاكتور، اول حاجه هتكلم هي كانت ريليتد للبيشنت او للفيكتور انفكشن كنترول او للانترفنشن. لو اتكلم على البيشنت دي ابسطهم واهمهم الحقيقه، هل العيان ده كان هيلسي قبل كده ولا في مشاكل؟ هل هو كرونيك برونكاتيك؟ هل هو عنده سي ان اس بروبلمز؟ هل هو حضرتك دايابيتك؟ عنده رينال فيلير؟ عنده هو الكهوليك او سموكر او اي حاجه؟ كل الحاجات دي يعني ربنا ما بيحرمش حاجه الا الحكمه، كل الحاجات دي بتوقع الاميون سيستم بتاعي وبتخلي العيان سسبتبل اكتر للانفكشن، زي المالنيوتريش، زي حضرتك الكوما، زي كل الحاجات دي كلها بتخلي العيان اميونو كومبرومايز وبيعتبر ريسك فاكتور كبار جدا. هنقل على الثانيه، ودي حضرتك في سيشن هتتعمل عنها الانفكشن كنترول، وهيكلموا الحقيقه فيها ناس جمال جدا، دكتور احمد، دكتور اسماء، والدكتور علاء.
فدي مهمة جدا 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 ولازم تراعى في أي عيان ونعمل. أولها إن بأبسط الحاجات الهاند هايجين لازم أتعلم أو أعلم النيرسينج ستاف بشعره إن ما يبقاش ديلينج مع العيان غير إذا كان غسل إيديه كويس أو إذا كان لابس جوانتي إذا كان عمل ديس إنفكشن. لازم في كير للديفايسز كلها يعني هنكل الأسطرة ما ينقلهاش من واحد لواحد لازم أرميها وأحط أسطرة تانية جديدة لو هعمل ساكشنينج لازم أبقى واخدة بالي من ماوس كير كله رهكسين وأنضف بقه ودي ما بتتعملش الحقيقة إن أنا ما يبقاش الماوس دراي ما يبقاش لازم كل دي حاجات بيزك وهيتكلموا عليها إن ديتيل في جلسة الإنفكشن كنترول. وطبعا الفنتيليتور باندل ده مهم جدا 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 عليه كلام كتير وحضرتك برضي عندكم محاضرة عن الفنتيليتور باندل وفايدته ان انا قعد العيان 30-45 درجة ان لازم اخلي بالي كويس قوي من موضوع ما يبقاش فيه كاسريك روجن او بيبتيك ارسل ما يبقاش فيه دي في تي ان انا لازم اعمل سيديشن فاكيشن وخد بال حضرتك ان انا احاول اعمل افوق العيان كل شويه ما اسيبوش نايم فترات طويله اعمل انتربشن واحاول اصحصح العيان شويه. ارجع بقى لاخر حاجه اللي هي الحاجات ريليتد للانترفنشن اولها ان انا الهيفي سيديشن مش مستحب لو كان لايت سيديشن هيبقى احسن عشان العيان يصحصح معايا بدري يبقى كوبراتيف. الكورتيكوسترويد ما استخدمهاش بإسراف لأن ممكن تدخلني في مشاكل كتير جدا ممكن تدخلني بومفيلير وهو مش قادر يقوم العين هيبقى هايبوكاليميك هيبقى فلابي هيبقى مايوباثيك ممكن يحصل له ستريس ألسر من الاسترويد ممكن يأكواير ديابيتس. يعني زي ما بقول دايما الكورتيكوسترويد سلاح ذو حدين إذا لم يحسن استخدامه هتاخدي الهازرز بتاعته أحسن ما تاخدي البنفيتس. إكسلنت دراج لو توظف صح. الامينو سابريسيف كلها ما هياش مستحبة قوي وليها مشاكلها وساعات بتبقي مضطرة لها في بعض العيانين. دلوقتي الكلام بقى ان احنا ان انا هديله حضرتك انتياسيت هغاية الميديا فدي بالعكس ممكن تعمل مشكلة وتعمل كولونيزيشن فالاحسن قوي ندي سكريفيت او جاستروفيت هو رخيص هو احنا بنجهله بس لكن هو مفروض نبتدي نحط القاعدة دي قبل ما ندي انتياسيت. لان الانتي اسيد ليها مشاكلها حضرتك وممكن تدخلني في بروبلمز اكتر من ان انا اخد البنفيت بتاعتها. ده نشرت الحقيقه انا سعيده برضه جدا ان كان في بارلل سيشن كانت معموله على النيرسينج تمام كانت موجودين معانا لولا ضيق الوقت كنا حضرنا معاهم لكن كانت ماسكه بوينتس جميله جدا عن السكشنينج وعشان الكير بتاع العيانين بتوع النمونيا وعن التيوب يعني الحقيقة أكيد أكيد كانت رائعة وحلوة قوي قوي أنكم فكرتي حضرتك والدكتور محمد أنكم تختاروا البوينتس دي وأن يبقى فيه وركشوب في نفس الوقت على جزء زي ما حضرتك قلتي من الفاكتورز اللي بتخلي الأمور تبقى عندي أسوأ اللي هي النيرسينج كير أوف ذيس بيشنت اللي موجودين عندي في الآي سي يو. طيب دكتور محمد مصطفى هل احنا بعد ما حطينا بوسبيليتي للريسك فاكتور اقدر اتوقع العيان اللي هو هيبقى كويس اللي هيبقى وحش انهي بروجنوستيك بوزيشن ممكن احط فيه العيان ده بتاع الهاب والفاب؟ والاول طبعا بحب اشكر حضرتك على دعوتي للمؤتمر. شكرا. هو بالنسبه لل يعني للهاب والفاب اول ما الواحد بيسمع سيرتهم بتتسد نفسه لان الحقيقه البروجنوز بتاعهم فيري باد الموربيديتي والمورتاليتي بتاعتهم عاليه والبروجنوست برولونجد ستي في الاي سي يو ديوريشن اوف ميكانيكال فنتيليشن الحاجات دي كلها بتعمل مشكله فاي نوزوكومال نيمونيا بتبقى المورتاليتي فيها عاليه. حوالي الترام نيكست يس هيبقى في طبعا فيريس فاكتورز تبقى شيد مع الورس بروجنوزس من اهمها الاكزيستنس اوف كوموربيديتي والحقيقه دي في اي نيمونيا ان عيان بتاعي لما يكون طبعا كاردياك لما يكون في ديابيتس بالذات لو ان كنترولد الحاجات دي كلها بتعلي لي الموربيديتي والمورتاليتي بتاعه العيان زي كومن عندنا الاكيوت كيدني انجري دايما ناخد بالنا منها الاكيوت كيدني انجري البرفورمانس ستيتس مين في حاجه اتغيرت الشاشه هنا عندنا في حاجه اتغيرت مش عارف هي هنا شغاله تمام ماشي انا مش مشكله عشان مش هقدر ماشي البرفورمانس ستيتس بتاعت العيان زي ما قلنا طبعا عيان يبقى بيدريدن
قبل ما يجي ويجي له النيمونيا او كده، طبعا ده بتبقى مشكله كبيره. الانفكشن سيفيريتي ات ذا تايم اوف ذا ديفلوبمنت، لما يبقى عيان يبقى بدايته سيفير انفكشن وسيفير نيمونيا وسيبتك شوك، ده طبعا غير العيان اللي بيبقى مبتدي مثلا بهوسبيتال اكوارد نيمونيا. زي ما قلنا وهنعيد تاني ان اسواهم على الاطلاق في البروجنوزس العيان بتاع الهوسبيتال اكوارد نيمونيا اللي يحتاج يخش العنايه المركزه، ده بيبقى اسوأ من الفنتريتور اكوارد نيمونيا اساسا. يعني من النقط المهمه جدا في البروجنوزس بتاع العيان الان ابروبريت انتيبوتيك تريتمنت. الحقيقه كان في مثل كده يعني دايما كنا نقوله، الغلطه بفوره، يعني لما بتبتدي بدايه الانتيبيوتيك بغلطه فاحنا دايما نستنى 3 ايام على الاقل عشان يبان ريسبونسيف انتيبيوتيك. في خلال الثلاث ايام دول ممكن يبقاش عندك فرصه تاني انك تعدل وترحق نفسك مع العيان، ده بيزود المالتي دراج ريزيستنت اورجانيزمز وبيزود المورتاليتي جدا لما بيبقى ان ابروبريت تشويس. وده الوحيد الموديفايبل ريسك فاكتور، يعني في حاجات نون موديفايبل ريسك فاكتور زي الدايابيتس الانكنترولد انت ما تقدرش تعمل فيه حاجه هتظبطه خلاص، انما ده تقدر ان انت تعرف اكتر ايه الاختيارات المهمه اللي لازم تعملها. طبعا اهم مشكله بتحصل واكتر حاجه بتزود البروجنوزس انه يبقى بور بروجنوزس الابسنس اوف امبروفد اوكسجينيشن على الانتيبيوتكس، ان انا ابتدي الانتيبيوتكس وابص على الاكسجينيشن مش متصلح، ده اسوأهم على الاطلاق. او نحتاج جهاز اعلى زي ما كنا في الكوفيد، يعني كنا في الهاي فلو رحنا هاي فيلوسيتي رحنا نون انفيسيف، يبقى في ديتيريشن كمان مش بس عدم وجود امبروفمنت. طبعا نيد الميكانيكال فنتيليشن، عيان هوسبيتال اكوارد نيمونيا واحتاج لميكانيكال فنتيليشن، قلنا ده اسوأهم على الاطلاق. البرزيستنس بتاع الفيفر او الهايبوثيرميا بعد بدايه الانتيبيوتكس، الراديولوجيكال وورسنينج حوالي 50% بعد بدايه الانتيبيوتكس، حد كلها مهمه جدا وتقول العين بتاع الريتنج بعد بدايه الانتيبيوتكس. وبص العين دخل في سيبتك شوك بعد البدايه ودخل في سيبتسيميا، دي مشكله كبيره طبعا وبتدل لي ان العيان ايفالويشن باستمرار في العيان ده وايدي في ايده لما بنسميه دايناميك ايفالويشن على طول بستمر، مش بس ان احنا حطينا انتيبيوتك والايفالويشن بيبقى ان بروبورشن للدواء اللي بيتاخد بتاع العيان. فاظن دول يعني اهم حاجات اكتر حاجه. الدكتور علي الدكتور محمد قال ان احنا في مشكله اللي هو اوحش واحد اللي هو العيان اللي هيدخل في ام دي ار، بقت دي مشكله فعلا عندنا، احنا بقينا نشوف العيان واخد ليست اوف انتيبيوتيك وانا عايز اختار حاجه تاني فدخلت في مشكله اللي هي الام دي ار دي، هنبتدي نتعامل معاها ازاي او نفكر فيها ازاي ان انا ام دي ار في الحالات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الف شكر على المجهود الرائع دكتوره لمياء، دكتور محمد رئيس الجمعيه ودكتوره لمياء رئيس المؤتمر. واحنا كور اوف ذا كور، اذا كان كل المؤتمر عن ريسبيراتوري تراك انفيكشن ان ذا كور، فنيمونيا از ذا كور اوف ريسبيراتوري تراك انفيكشن، وده اللي احنا بنشوفها الكوميونتي اكوايرد سواء او الهوسبيتال اكوايرد، فده الاساس بتاعنا اللي احنا يعني المفروض يبقى كانت اول حاجه تبقى في المؤتمر النهارده. يعني طب هو المايكرو اورجانيزمز الموجوده دلوقتي اللي بنشوفها في عيانين النيمونيا، هل هي اللي احنا بنشوفها كنا من زمان من سنين، ولا ابتدى زي ما بنشوف المالتي دراج ريزيستنت بي بقى في مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا ممكن تسبب لي؟ ايه هما الحاجات دي؟ احنا كنا دايما بنقول ان في حالات بتكون يا اما مايلد ومودريت، ونقسمها مايلد مودريت وسيفير اكوردنج للسيفيرتي، وممكن بعد كده فرذر classification according to the time of onset of pneumonia و further classification وجود الريسك فاكتورز او لا. هم ايه بقى العيان عندها ريسك فاكتور كتير جروب ريسك فاكتور. فاحنا الاول لو عندي عيان زي اللي احنا كنا متعودين نشوفه النيمونيا العاديه، لو هو مايلد تو مودريت وايرلي اونست ومعهوش اي ريسك فاكتور، فانا بتوقع الحاجات اللي احنا كنا بنذاكرها من زمان، العيان ده يكون ستريبت نيموني، يكون هيموفيلس انفلونزا، يكون العيان ده مسلن سنسيتيف ستاف اوريس، يكون اتيبيكال، ده الاساس. انما لو بصينا لقينا العيان بقى معاه ريسك فاكتورز، فوجود الريسك فاكتور سواء العيان كان مايلد او مودريت وكان ايفن سيفير بس ايرلي اونست، انا بزود على المايكرو اورجانيزم حاجتين تاني زي الانيروبز وزي الميسيسيلين ريزيستنت ستاف، بتبتدي تدخل معايا في اللعبه وابتدي افكر فيها. في وجود سيفير نيمونيا اذا اجتمع واحد او الاثنين من الليت اونست اوف نيمونيا او وجود الريسك فاكتور، ده بيخليني افكر ان العيان بقى انفكتد بمالتي دراج ريزيستنت بكتيريا،
اللي ممكن تكون فيها السودوموناس إيريجينوزا، ممكن تكون فيها الميرسا أو إيفن الفانكومايسين ريزيستنت ستاف أوريس، حاجة من الحاجات الجديدة اللي بنتكلم عنها الأسينيتوباكتر بوماني دي موجودة وبتعمل أوت بريكس ومهمة جدا جدا والمفروض إن احنا ندور عليها. الريسك فاكتورز اللي احنا بنقول، احنا زي ما قلنا ان النيمونيا بنقسمها لإيرلي أونست يعني اول 5 أيام وليت أونست بعد ال5 أيام. الريسك فاكتور بتاعت المالتي دراج ريزيستنت نيمونيا هي ايه؟ بنقول سواء كانت ريزيستنس للمسيلين ريزيستنس ستاف او سودوموناس او بقيه البكتيريا، وجود هيستوري اوف انجكتبل انتيبيوتكس وزين ذا لاست 3 مانس ده ريسك فاكتور في الثلاثة، وده موجود معانا كتير جدا تروح عليها. يعني كل الحالات بتلاقيها عندها الفيرست ريسك فاكتور. للاسف العيانين دلوقتي وخاصه في الكوفيد اخذت ايه؟ سيفتراكسون حقن. كله بياخدوه سيفتراكسون حقن، ودي كارثه كبيره لان ده يعني ريسك فاكتور لكل انواع الدراج ريزيستنت بكتيريا، سواء كانت سودوموناس سواء كانت ميرسا سواء الجانفكومايسين او الاسينيزوباكتر. طب ايه تاني ريسك فاكتورز اللي ممكن نلاقيها؟ ان العيان يكون حصل له فنتليتور اسيست نيمونيا وكان اوريدي عنده سيبتك شوك، او حصل له فنتليتور اسيست نيمونيا وكان اوريدي العيان اي ار دي اس، او العيان زي ما قلنا بعد مرور اكتر من 5 أيام في وجوده في الانتنسيف كير يونت، وجود العيان عنده اكيوت رينال انجري نيدنج اكيوت رينال ريبليسمنت ثيرابي، برضو من ضمن الريسك فاكتورز اللي احنا بنخاف منها ان احنا ممكن العيان ده بالذات نلاقي فيه مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا. المالتي دراج ريزيستنت بكتيريا هي ايه؟ في مالتي دراج ريزيستنت سودوموناس، ما بقاش السودوموناس اللي احنا بنشوفه عادي، بقى في مالتي دراج ريزيستنت سودوموناس ايروجينوزا، بقى في اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز بروديوسينج انتيروباكتيريشي، بقى في زيها الكاربامبينيم ريزيستنت انتيرو بكتيريا، حتى الكربامينيم اللي كانت حالتنا كان بقى خلاص يعني ابتدى انه يضيع مننا. فيه الميسيسيلين ريزيستنس ستاف، وحتى برضو الميسيسيلين ريزيستنس ستاف فيه الفانكومايسين ريزيستنس ستاف بقينا برضو ممكن نقولها نلاقيها. ولذلك احنا بنقول لازم في كل فاسيليتي يبقى فيه لوكال بايوجرام، يعني لازم احنا نعرف في العنايه بتاعتي انا ايه المايكرو اورجانيزمز اللي موجوده دلوقتي، ولازم اعمل بايوجرام ليها علشان اعرف تو ديل ويز ذيس كيسز. دي بدايه الخيط او الحل بتاع التريتمنت، ان انا لازم اعمل بالانس ما بين الانتيبيوتيك اللي انا هديها وهصرف عليها كتير جدا بالزبط. ما بين الريسك فاكتور اللي هاخدها من الانتيبيوتيك، يبقى لازم يبقى كل حته معانا التريتمنت بتاعها. الدكتور محمد النادي، نعمل ايه بقى في المانجمنت بقى في القصه دي اللي احنا تهنا فيها؟ بجد طبعا الشكر ليك يا دكتوره لاميا والدكتور محمد مصطفى على دعوتي، وسعيد بوجودي مع استاذتي الاستاذه الدكتوره ألفت ملكه القلوب والصدور والاستاذه الدكتوره علياء. وفي الحقيقه يعني هو طبعا احنا هنا يعني في النيمونيا بنقع ما بين مشكله ان انا عايز استارت انتي بايوتيك ومش عايز استارت في نفس الوقت. عايز استارت ايرلي وعايز العيان ما يروحش مني السبسز، وفي نفس الوقت مش عايز استارت بنظام اللي دكتور عاطف الحقنة الثلاثية. انا عايز استارت بيزد اون ساينتفك راشونال، لان في بعض الناس يقول لك انا استارت امبيريكال فيكتب بمزاجه عشان امبيريكال. لا، الامبيريكال دي برضو ليها جايد لاينز. فهي الفكرة كلها انا لازم الاول انا احدد العيان بتاعي السايت اوف انفكشن، السيفيريتي اوف ايلنس، البريسيبيتيتنج ريسك فاكتور فور كولونايزيشن، اند ريسك فاكتور فور ديفلوبمنت اوف ام دي ار او مالتيبل دراج ريزيستنت اورجانيزم. كل ده لازم يتحط في الحسبان قبل ما نبتدي نحط الجدول بتاع الانتيبيوتيك. دكتوره علياء قالت انا لازم اقول هي دي ايرلي اونست ولا ليت اونست، في ريسك فاكتور ولا مفيش، في ريسك فاكتور ولا مفيش، العيان بتاعي ده انتيوبيتد ولا نون انتيوبيتد، هل هو كاب وجيني وقعد في المستشفى عندي وعد عليه اكتر من 48 ساعة ولا لا. ليه يعني بنقول هذا الكلام؟ لان في راشونال وراء هذا الكلام عشان اقول انا هختار مين لانهي عيان. فلو العيان ده، وطبعا ده من رابع المستحيلات، احنا بيجينا العيان واخد التافانيك والميرونام والسيفيبيم والسيفترايوكزون والكلاسيد والاوجمنتين، يعني ولو قلبت الصفحه هتلاقي خد الاميكين والجرامايسين، كل الصفحه كلها مرصوصه انتيبيوتكس. طب انت جايني ليه؟ احنا مش بنلاقي جايلك بس جاست ميديكو ليجل،
ان هو ايه احنا جبنا لك دكتور الصدر اهو عشان ما تقولش ما جالكش حد، تمام كده؟ تمام. فاحنا لازم نشوف اول حاجه refer to the local antibiogram، لان في بعض الناس يشكك يقول لك انت عامل لي جايد لاينز جايه من امريكا انا مالي بيها، انا عايز اللي في مصر. طب ما هو بتاع امريكا بيقول لك refer to the local antibiogram، بتاعك انت اللي عندك انت، شوف ايه الكومن بريفالنت اورجانيزم اللي موجود عندك. استمتعنا بمحاضره هايله للاستاذ دكتور محمد مصطفى وهو بيقول I have to reclassify الانتيبيوتكس بتاعتي لاكسس جروب ووتش جروب وريزيرف جروب. يعني انا لما يجيني العيان وهو ماشي على تاينام وتازوباكتام وبيبراسيلين ومش عارف وامينو جلايكوزايد طمال وسيفترولين طمال، هو انا هدي ايه بعد كده؟ طب انا هروح فين لما انت مديله الريزيرف دراجز؟ فهي الفكره. ودي يعني يا ريت يا دكتوره لمياء بصفه بقى ان ده بقى مؤتمر متخصص ودي النواه الاولى ليه ان احنا نطلع بجايد لاينز وريكومنديشنز تعمم على مستوى جميع رعايات الامراض الصدريه ومستشفيات الصدر، هاو تو ديل وذ الانفكشن سواء كان في المستشفى في اوضه عاديه سواء اول ما العيان بيخش لي الرعايه المركزه. ابتدي بايه واكمل على مين، ولو العيان كان ماشي على ايه امشي بايه، ده مهم جدا. يبقى لازم نحط التولز في الاول، وده مش تكريم ده تكليف بقى لحضرتك، تكليف ان شاء الله. يعني ده هيفرق جدا جدا معانا. يمكن انا لو في حاجه هطلع بيها من المؤتمر ده هو ان انا ارجع واعمل جايد لاينز عندي في الاي سي يو بتاعتي، اقول لما العيان يجيني من بره ما اكتفيش بس براي الاستاذ بيقول مشيه على كذا وكذا وكذا. يعني الاستاذ ما بيبقاش مركز، الاستاذ قاعد في العياده قدامه 20 عيان وده عيان بعته فور ادميشن، فيبقى النايب هو اللي شايل المسؤوليه دي. ان شاء الله ان شاء الله هيبقى في انتيبيوجرام قريبا في جامعه اسيوط، هتبقى اول جامعه ان شاء الله يبقى فيها الانتيبيوجرام، هيبقى طالع الشهر. فهنا هنلفت النظر بقى زي ما حضرتك متفضله مشكوره طبعا يا دكتوره لميا غششتنا الارتكل ده كله وقالت احنا هندي العلاج يا اما حاجه اسمها امبيريك انتي مايكروبيال ثيرابي اي اي تي او تات تارجتد انتي مايكروبيال ثيرابي، يا تات ماشي امبيريك هنعمل ايه ده العلاج. فاحنا بنقول اول حاجه هيجيني العيان عنده الهاب او الفاب هاسس الريسك فاكتور فور ديفلوبمنت، لو كان لس انسيدنس للام دي ار ده بسيط وحلو وطيب وابن حلال وما بنشوفوش الحمد لله، ده اللي هتمشيه على السيفترايك زون مونوثيرابي او السيفت، ده في قسم الجراحه او قسم النساء او قسم مش بتاعنا احنا للاسف ما بنشوفوش للأسف. يبقى احنا اللي هنشوفه مين الوينج الوحش يس. اللي هو فيه الهاي انسيدنس اوف ام دي ار. هسال نفسي سؤالين، هو فيه سيبتك شوك ولا ما فيش سيبتك شوك؟ لو ما فيش سيبتك شوك برضو ستيل انا لسه في الامان، يبقى نيجاتيف جرام نيجاتيف هغطيها، لو كان اكتر من 90% جرام نيجاتيف بكتيريا في الاي سي يو، والميرس ثيرابي لو اكتر من 5 ايام او ضيابيتك او نوت كنترول او كل الريسك فاكتور او لقيناه في الكولونايزيشن او طالع في الكالشر او 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 الريسك فاكتورز بتاعت الميرس بتاعت السودومونس طيب والميرس، يبقى اكتر من 5 ايام وهكذا. طب لو سبتك شوك، سبتك شوك خلاص بقى كده المفروض انا جبت اخري. يعني ايه جبت اخري؟ يعني هغطي الميرس وهغطي السودومونس، والسودومونس هتتغطى بتو انتي بايوتكس one of them at least بيتا لاكتام. من الجداد ولا من القدام؟ هذا هو السؤال. يعني في بيتا لاكتام جديده وفي بيتا لاكتام قديمه. الحمد لله احنا بشطارتنا احنا طبعا بنرتكب جريمه في حق الكون. يعني اللينزوليد بنعالج بيه الكومن كولد. في الاطفال بيدوه ميه كده. يعني دي مصيبه سودة. يعني دي مصيبه. يعني انا كنت قاعد مع دكاتره من الاردن كنت مكسوف لنفسي واحنا بنقول هذا الكلام. شوف بقى حضرتك دلوقتي انت لما تدي امبيريكال انت بوظت البيتا لاكتام خالص. يعني كلنا دلوقتي بقينا نروح تحت اغراء اكتب له ده وما يهمكش، بقينا نكتب الفورس جينيريشن كفالوسبورين في البيت يس اون نو بيز، والسرد طبعا بيكتب من غير اي مشاكل ده في كل حاجه. فهي الفكره دلوقتي في انتيبيوتكس جديد، احنا طبعا بنقول نو باجز نو دراجز باد باجز، ده الكلام yes. ده الانفكشنز ديز سوسايتي اوف امريكا من 2004 بيقولوه. امال بقى اللي دلوقتي بعد كل ده بعد 19 سنه المنظر هيبقى شكله ايه؟ ففي ادويه جديده فيها بيتا لاكتام شغاله كويس على الميرسا وشغاله كويس على الكليبسيلا، ينبغي علينا ان احنا نحسن اختيارها وتوظيفها عشان ما تفقدش مننا، عشان ما تقعش مننا هي كمان. وبرضه لو فقدتها مش عارف هجيب ايه دي انا في الحيطه بقى خلاص. ما احنا في اخر المشكله احنا في اخر الحيطه. طيب ده
امبريكال. هندخل بقى على انت امتى حضرتك دكتور محمد اختاره تارجتد. التارجتد ما هو احنا بقى دلوقتي احنا اولا انت لما اخترت الامبريكال هل يحق لي انا لما اختار انتبيوتك تيجي دكتوره لم يتعدى على الرعايه تاني يوم تقول العنده ما تصلحش وقف ده وزود ده وحط ده وشيل ده؟ حلو جدا. يبقى اقل حاجه 72 ساعه في اليوم الثالث هتبتدي تاخد قرار اتشنج الانتبيوتك بتاعي ولا لا. حلو كده. طب لو خدت قرار بان انا اتشنج الانتبيوتك بتاعي انا باكد بالكالتشر اللي سحبتها ولا انا بستكبر وببتدي ومش هممني؟ فهي دي النقطه. انت عايز تغطي ايه لو العيان مش بيرسبوند؟ انا خلاص كده لو العيان مش بيرسبوند بقى عندي الكارثه دي اللي هي الام دي ار. انا نبتدي بقى واحد واحد اشرحيهم بقى دكتوره لمى. انا عندي في الاول دور الامبريكال. لو انا عندي دكتور محمد عيان كان في الفيري هاب اللي احنا اتفقنا عليها دي اوحش واحده فيهم او بريور تريتمنت فيلير زي ما قال الدكتور محمد عديت بعد الثلاث ايام وفشلت الانتيبيوتيك مش محصل مش مصلح الحراره والسكريشن والعيان ديتيريتد مني انا لو متوقع العيان ده سودوموناس ابتدي ايه؟ اهو سيفترولين تازوباكتام. سيفترولين تازوباكتام. تازوباكتام وده لسه مش موجود عندنا. وده بيتاخد ده جرعه ايه؟ جرعه هيروك 3 جرام كل 8 ساعات. اعنف حاجه ممكن نوصل لها. فده حاجه ده كارثيه. والتاني لو شكيت ان هي كليبسيلا. الكليبسيلا هندخل على مين؟ هنخش بحاجه اسمها ايه؟ سيفتازيديم افي باكتام اللي هو السافيزيفتا اللي موجود عندنا. برضو ده سعره. جرعه كبيره وسعره عالي جدا فبرضو احنا لازم نبقى ايدينا ممسوكه. لو انا مش عارف بقى خالص يا دكتور محمد انون انا مش عارف بعد 3 ايام والامور لسه عندي جلومي ما فيش كالتشر طلعت عندي نجيب بقى من الاخر اللي هو مين؟ هنجيب الكوليستين. هنكونسيدر الكوليستين. أيوة. وهنكونسيدر حاجه اسمها ايه؟ سيف ديروكول. ده مش موجود برضو عندنا احنا مبقاش عندنا في أمريكا. حاجه في امريكا. موجود في امريكا. ولذلك احنا بنقول عشان كده احنا ضيق ذات اليد انا لازم امشي باحترافيه عاليه جدا عشان ما اوصلش للمرحله اللي انا اديت فيها والعيان ما استجبش عشان ما اروحش للريزيرف دراجز وانا ما عدتش على او كلت اللي قبليهم قبل كده اللي هم الووتش والاكسس. يبقى احنا بنبتدي ستيب 1 ستيب 2 عشان اوصل لستيب 3 دي لازم اعدي على كل ستيبس دي مش من اول مره اروح جايبه كل الحاجات الريزيرف اللي في ايدي دي وانا هفقد كل الحاجات بتاعتي. احنا كده ان سمري الديتيرمينينج الريسك فاكتور زي ما قلنا في النوزوكومال نيمونيا از وان اوف ذا بيلر فور ذا انتيبيوتيك سيليكشن. ديفرنت ريسك فاكتور لازم ابقى عارفاها بيشنت ريليتد وبروسيدجر ريليتد وانترفينشن ريليتد والانتيبيوتيك تريتمنت انكلودنج ا نيو وان ماست بي ايرلي اند ابروبريت اند ذيس اسبيكت ار داي الغلطه بفور زي ما قلنا كل حاجه في مكانها وريكومند الشورت كورس في انتيبيوتيك ثيرابي فور موست بيشنت independent of the microbial etiology as well as antibiotic de-escalation and then an effort to minimize the patient harm and exposure to unnecessary antibiotic and reduce the development of antibiotic resistance recommended that antibiogram data must be utilized to decrease this unnecessary use of dual gram negative and empiric mesocellular system اللي احنا ماشيين نحطه في كل حتة ده and thank you.